قديم الزمان عاشت طفلة صغيرة تسمى هايدي، وحيث أنها فقدت أبويها فقد كانت عمتها تعتني بها، ولكن في يوم ما ذهبت بها عمتها إلى جدها في كوخه الصغير في الجبال. كان الجد ألم رجلاً عجوزاً عصبياً، وكان يعيش في كوخ صغير في جبال الألب. كانت هذه هي المرة الأولى بالنسبة لهايدي التي ترى فيها جدها، بينما كانت هايدي تخبره أنها وجدت عملاً في مدينة أخرى تركتها عمتها مع جدها وعادت إلى المدينة. بالنسبة للجد ألم الذي كان يعيش معزولاً عن الناس، كان في الحقيقة سعيداً بوجود حفيدته، ولكنه لم يظهر ذلك لها. قام الرجل العجوز بتحضير فراشاً لطيفاً ومريحاً في الغرفة العلوية بالكوخ. أحبت هايدي جدها منذ أن رأته، وكانت الأوقات السعيدة على وشك البدء من أجلها في الجبال. عندما استيقظت في الصباح تعرفت على جوزيف، الكلب الضخم الخاص بجدها. أحبت هايدي الكلب بشدة. ثم في أحد الأيام وبينما كانت تتنزه على التل، قابلت بيتر الراعي الذي كان يقوم برعي أغنامه على المروج. لم أرك في الجوار من قبل. نعم، لقد وصلت للتو. من الآن فصاعداً سوف أعيش هنا مع جدي. في الأيام التالية بدأ بيتر يصطحب هايدي معه لرعي الغنم في المروج، وكان يتنزه سوياً في الجبال. كان كل شيء جديد ومثير بالنسبة لهايدي، وتعلمت الكثير من بيتر عن رعي الغنم. كان الجد ألم يحب هايدي بشدة برغم أنه لم يظهر ذلك لها كثيراً. كانت هايدي تتجول وتلعب في الحقول طوال اليوم وهي سعيدة، لكنها كذلك لم تنسى أن تساعد جدها في الأعمال المنزلية. وكان صنع القليل من الخبز في فرن جدها الخشبي من أعمالها المفضلة، وكانت تأخذ ذلك الخبز الذي تصنعه إلى جدة بيتر، فكانت جدة بيتر تعطيها بعضاً من حليب الماعز الطازج في المقابل. وفي أحد الأيام كان الصيف قد انتهى وحان وقت الشتاء، وكان على بيتر الذهاب إلى المدرسة، فأصبحت هايدي وحيدة وبدأت تشعر بالملل. كانت منزعجة للغاية من كونها ما زالت صغيرة على الذهاب للمدرسة كبيتر. وفي يوم ما عادت عمة هايدي لتأخذها إلى المدينة كي تحصل على التعليم المنزلي وتعمل، وكان الجد ألم غاضبا للغاية في البداية ولم يوافق، ولكن بعد أن فكر في الموضوع أدرك أنه من الأفضل لهايدي أن تبقى في المدينة وتتعلم كيفية القراءة والكتابة. ولكني لا أريد الرحيل، أنا أحبك يا جدي، اشتكت هايدي، ولكنها اقتنعت بالذهاب بعد أن وعدتها عمتها بإعادتها إلى الجبال بعد فترة قصيرة. وصلت هايدي مع عمتها إلى منزل كبير بعد رحلة طويلة بالقطار. يا له من منزل كبير، هل سأبقى هنا؟ قابلت هايدي كلارا الفتاة التي تعيش في المنزل. كلارا لم تكن تستطيع المشي بسبب تعرضها لحادثة عندما كانت طفلة صغيرة، وقد أحضرت العمة هايدي لكي تبقى بصحبة كلارا. انسجمت هايدي مع كلارا سريعا وأصبحتا صديقتين حميمتين. كانت هايدي تجعل كلارا تضحك من أخطائها الساذجة بسبب قلة معرفتها بحياة المدن، وكانت جدة كلارا امرأة حادة جداً وصارمة. استيقظي أيتها الفتاة الكسولة، حان وقت الدراسة، ما زال لديك الكثير لتتعلميه. كانت جدة كلارا تحاول تعليم هايدي الكثير من الأشياء مثل أصول الجلوس والقيام وكيفية استخدام الشوكة والسكين على مائدة الطعام، وكانت هايدي ترتدي ملابساً تجعلها شبيهة بسكان المدن، لكنها لم تكن مستريحة في تلك الملابس. كانت كلارا أيضاً تساعد هايدي في تعلم القراءة والكتابة. كانت هايدي تحب وجودها مع كلارا، ولكنها كانت تشتاق إلى الجبال وإلى جدها أكثر بكثير. لم تكن هايدي حتى ترغب بالأكل بسبب حزنها، كان قلبها مليء بالشوق. أدرك والد كلارا وجدتها حزن هايدي، وبعد فترة قرر إرسالها لتكون بجوار جدها، ولكن كلارا كانت حزينة بسبب رحيل هايدي. أن تحبي شخصاً ما بحق يعني أن تتمني سعادته مهما كلف الأمر، قالت الجدة. في النهاية حان وقت الوداع، وبينما كانت هايدي راحلة أخبرتها عمتها أن كلارا ستأتي لزيارتها في الجبال السنة القادمة.
كانت هايدي سعيدة للغاية بالعودة للجبال، وتوقفت في طريقها للعودة عند منزل بيتر، وأعطت الخبز الذي أرسلته كلارا لجدة بيتر، ثم ذهبت إلى المنزل ركضا تاركة خلفها الرداء الفخم، فاحتضنت جدها بأشد ما يمكنها، وأصبحا سعيدين مرة أخرى. بعد فترة كانت هايدي تعيش في عالم آخر من البهجة بسبب تلقيها خطابا من كلارا يفيد بأنها ستقوم بزيارتها قريبا عند جبال الألب. كانت كلارا معجبة بشدة ببيتر، ولكنه كان متردد قليلا لأنه كان يخاف أن تعود هايدي مع كلارا إلى المدينة. كان الجميع، كلارا، بيتر وهايدي، يقضون أفضل أوقات حياتهم على التلال. كان هواء الجبل المنعش والطعام الطبيعي مفيدان بشدة لصحة كلارا، ولكن بدأ بيتر يشعر بالغيرة الشديدة بسبب علاقة الصداقة المقربة التي تربط هايدي بكلارا، وكان لا يحب أيضاً القيام بدفع الكرسي المتحرك الخاص بكلارا والتجول بها. في أحد الأيام قام بإلقاء كرسي كلارا المتحرك أسفل المنحدر، وكان يعتقد أن هذا سيعالج كل المشاكل، ولكن بدون كرسيها المتحرك ومع هواء الجبل النقي أصبحت كلارا أقوى، حتى أنها بدأت تمشي ببطء بمساعدة هايدي. بعد فترة بدأت بالقيام ببعض الخطوات بدون مساعدة من أحد. أنا أستطيع المشي، ياي هايدي أنا مدينة لك بذلك. في أحد الأيام جاء والد كلارا مع جدتها للزيارة، وعند رؤية كلارا وهي تمشي لم يصدق عينيهما، وقام بشكر هايدي والجد آلم بشدة. في هذه اللحظة شعر بيتر بالندم الشديد على ما فعله، واعترف بقيامه بدفع كرسي لارا المتحرك من على المنحدر. أنا أعتذر لكم جميعاً، إن ما فعلت كان خطأً كبيراً. بالرغم من أن ما فعلته كان خطأً، ولكننا سعيدين أنها تستطيع المشي من جديد. ضحك الجميع في بهجة، ووعدت كلارا بالزيارة في الصيف القادم هي وأهلها، وعاش الجميع في سعادة أبدية.